أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز العناوين. بايدن يتحدى أوبك بلس ويشن حرب المعروض النفطي. أسعار الخام تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع. والجزائر تبدي استعدادها لتزويد الأوروبيين بكميات إضافية من الغاز، وتكشف عن قدرات هائلة لإنتاج الوقود الأخضر. الجزائر ترفع من وتيرة صادراتها نحو غرب إفريقيا، وتطلق قافلة من 28 شاحنة نحو موريتانيا والسنغال. في المستهل، دشنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حربا ضد تحالف أوبك بلس وتعد واشنطن من كبار مستهلكي النفط في العالم، واستخدام احتياطاتها الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار الخام، خطوة تعكس إصرار واشنطن لضخ مزيد من المعروض النفطي بسحب 20 إلى 30 مليون برميل يوميا من احتياطاتها الاستراتيجية. ما كان مجرد تحذير ووعيد بات حربا وجودية بين أوبك بلس وبايدن، الذي دشن بوادر تحالف دولي في مواجهة الكارتل النفطي، بالكشف عن طلبات أمريكية لكبار المستهلكين للنفط قصد استخدام احتياطاتهم الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار الخام وما ترتب عنه من زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. قائمة الدول المعنية بالطلب الأمريكي شملت الهند واليابان وكوريا الجنوبية وحتى الصين، التي وإن اختلفت المواقف وتباينت الاستراتيجيات الأمريكية مع ما تراه بكين، فإن مصلحة خفض أسعار الذهب الأسود قد يدفع ثاني اقتصاديات العالم للاصطفاف إلى جانب واشنطن في توجه صيني نادر. في مواجهة ما تسميه إدارة البيت الأبيض بتمرد كبار المنتجين، لا تتوانى إدارة بايدن في استغلال جميع الوسائل لصد محاولات التحالف النفطي بقيادة روسية سعودية للخروج عن بيت طاعة دركي العالم، في حرب بدايتها رسالة واضحة وملموسة بسحب كميات قد تصل ل 30 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أكبر البلدان استهلاكا للخام في العالم. حرب كسر العظام بين بايدن وأوبك بلس بدأت فعليا في وقت يتمسك جل أعضاء التحالف النفطي بمواقفه إزاء مواصلة سياسة رفع الإنتاج التدريجي بحدود 400 ألف برميل يوميا خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع توقعات بعودة العالم إلى تخمة المعروض في غضون الربع الأول من العام القادم. ولإثراء النقاش، أرحب بضيفي في البلاتو الخبير والتقوي المستشار في التقوى السيد عبد المجيد عطار. مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا لقبول الدعوة. شكرا أستاذ عطار. ربما تساؤل أولي، بايدن يقود الآن حربا على أوبك بلاس، كيف نقرأ خطوة الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عطار في هذه الفترة بالذات؟ وبايدن لو نشوف يعني مقارنة مع البرنامج نتاعو اللي كان قبل الانتخاب وبعدها، قبل الانتخاب في البرنامج نتاعو كان يقول باللي الولايات المتحدة راح ترجع لاكوب وترجعت يعني كما نقولوا احنا تحارب التحول الطاقوي وتتجه اكثر فاكثر للطاقات المتجددة، يعني سجحهم وكل شيء. ولكن الولايات المتحدة عندها مشكل كبير، عندها مشكل كبير هو ان الان عادة أنت تكلمت على المخزون اللي كان عندهم، المخزون اللي كان عندهم عادة على الأقل 500 ألف برميل يوميا، يعني ماشي يوميا، هذا المخزون اللي كان عندهم. ولكن لما نشوف كيفاش تحول المخزون نتاعهم منذ نصف 2020 لغاية اليوم أصبح أقل من 420 مليون برميل يوميا فقط، هو إذن انخفض كثير ب 80 مليون
80 مليون برميل. نعم. إذن هذا يؤدي خطر عليهم فيما يخص الأمن الطاقوي نتاعهم. نعم. وأكم شفتوا باللي مؤخرا ثاني حتى بسعر تاع الوقود ارتفع كثير وأصبح يؤدي خطر عليه. إذن هو كان متناقض مع البرنامج نتاعو النوايا نتاعو اللي تكلم عليها لما دار الحملة الانتخابية نتاعو والوعود اللي اعطاه فيما يخص الحرب ضد التحول الطاقوي شانجمون كليماتيك. إذن أصبح يعني هو ماذا به الانتاج تاع الولايات المتحده يكمل كما هو كما هو ما يزيدش يبقى نعم. يحافظ عليه نعم. وماذا به الدول اوبك بلس هي اللي تنقص في الانتاج على الاقل باش ما تخليش السعر يرتفع كثير. لماذا هو يعني في الحقيقه لو كان صابو يرتفع السعر نعم. لانه راح يسجع النفط الصخري ولكن النفط الصخري الان عنده مشاكل نعم. في الولايات المتحده الان المشكل الكبير اللي عندهم فيما يخص الانتاج نتاع النفط الصخري والغاز الصخري طبعا ثاني كذلك هو مشكل لوجيستيك مشكل نعم. لوجيستيك صبحوا ما لقاوش العمال ما لقاوش كل الامكانيات اللازمه باش يعاودوا يرجعوا ينتجوا كما كانوا ينتجوا قبل نعم. ربما تساؤل آخر أستاذ عطار، هناك مقاومة من طرف أوباك بلاس فيما يخص زيادة الإنتاج، نتحدث هنا عن المنتجين الكبار بالدرجة الأولى والتي تقوده السعودية، هل سيكون هناك صدام ربما بين بايدن وبين أوباك بلاس في المستقبل مع الأسعار الآن بدأت ربما تتراجع نوعا ما أستاذ عطار؟ هو راه موجود الآن راه متصادمين يعني فيما يخص سقف الإنتاج لوبك ولوبك ولوبك بلس على بالهم اللي لو كان يزيدوا في الانتاج اكثر من الشيء اللي راهم ينتجوه على بالهم باللي في هذاك الوقت الـ العرض رايح يصبح اكثر من الطلب. والان شوف كاين بزاف حوايج اللي ما على بالناش كيفاش الامور راح تمشي. ما ننساش باللي الوباء نتاع كوفيد 19 مازالوا رانا الان في اوروبا كاين بعض البلدان اللي بداوا يسكروا بداوا يبلعوا الاقتصاد نتاعهم ولو كان فيه نمو كاين فيه نمو يعني مراجعه النمو الاقتصادي رجع شويه ولكن مش كافي وما عندنا حتى يعني ما كان حتى يعني احتمال باللي الامور رايحه تمشي كما راها. مازال هناك تخوف كذلك نعم تخوف كبير نعم. تخوف في لعودة النسيج الاقتصادي وللدولة الاقتصادية الى قبل جائحة كورونا بكل صراحة نعم. اذا لوبيك بلس عندها الحق بس هي تحاول تسيطر والان بكل صراحة اذا ما وصلنا ل 80 ولا 85 دولار الا بفضل بفضل الجهود اللي قامت بها لوبيك بلس. لو موش الجهود هذيك ولا لو مثلا نعتبر روسيا والعربية السعودية كانوا شوية ما مش متفاهمين في شهر أفريل 2020 يقدروا لأن كل واحد منهم عنده قدرة الإنتاج نتاع 12 مليون برميل على الأقل 12.5 للسعودية و 11.5 لروسيا قادرين يحطوا في السوق في خلال أسبوع 4 ملايين برميل يوميا نعم. قادرين. ربما تساؤل آخر أستاذ عطار فيما يخص نجاعة السياسة الأمريكية لضخ مزيد من النفط في من مخزوناتها، هل هذه الفكرة ناجعة أو هذا الإجراء ناجع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في تقليل مسعر النفط؟ نعم لو كان بلدان لوبب ولوبب بلس يعني ينتجوا أكثر مثلا يزيدوا مليون برميل ولا نعم. ممكن هذاك الوقت هاو بدون ما زادوا نعم. يا أخي قالوا 400 ألف برميل يوميا فقط نزيدوها كل شهر ومع من هذا أقل من 80 نعم. دولار. إذن لو زادوا أكثر 400 ولا مليون نعم. أقدر نقول لك أكيد أن السعر ينخفض لـ70 ولا أقل من 70. ابقى معي الأستاذ عطار سنواصل النشرة ونبقى هناك أسئلة كثيرة حول هذا الملف. إذن انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى لها منذ 2003 وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات الخام بمقدار أكثر من مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر
الجاري مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها بزيادة قدرها مليون و400 ألف برميل. من جهتها أعلنت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطات الاستراتيجية في الصين عن الشروع في سحب كميات من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية لديها. وقالت المتحدثة باسم الهيئة للوكالة بلومبرغ أن الإدارة الصينية تستعد في الوقت الحالي لعملية السحب من احتياطي النفط دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول كمية النفط المسحوبة وكذلك موعد بيعها على الموقع الخاص بها. في شأن متصل، تراجعت أسعار النفط الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي مسجلة أدنى مستوى لها في 6 أسابيع بفعل تنامي مخاوف من زيادة المعروض في السوق. وتراجع سعر خام برانت القياسي العالمي خلال تعاملاته المبكرة اليوم عند أدنى مستوياته منذ شهر متراجعا إلى 79.8 دولار للبرميل بانخفاض 16 مئوية عن جلسة الإغلاق السابقة. ونزل خام غرب تكساس الأمريكي الخفيف إلى 77.6 دولارات للبرميل بتراجع بلغ 1% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي. أعود إليك السيد عقاب، عفوا الأستاذ عبد المجيد عطار. أستاذ عبد المجيد عطار، ربما هناك خبر عن وزير الطاقة بعد الحديث حول مسألة أسعار النفط. أستاذ عطار، نتحدث الآن عن انخفاض وارتفاع كذلك لأسعار النفط في هذه الفترة، هناك تقلبات ربما. أستاذ عطار، كيف نقرأ سوق النفط في هذا الأسبوع الأستاذ عطار مقارنة بالفترات قبل هذا التراجع وقبل تهديدات بايدن من درجة الأولى الأستاذ عطار؟ هو لما نشوف سعر النفط، على كل حال هذا بفضل كل الجهود نتاع دول منظمة أوبك وأوبك بلس، منذ تقريبا شهر ماي ارتفع شيئا فشيئا في بعض الأحيان قبل كل اجتماع، في بعض الأحيان لأن كاين شك فيما يخص السقف نتاع الانتاج والقرارات، يعني ينخفض ب 2 3 4 5 ومن بعد يولي يطلع. مي تقدر تقول باللي منذ شهر ماي لغايه اليوم هو يرتفع شيئا فشيئا، لان دول اوباك المنظمه يعني قالت سهرت كثير عن الطلب، عن ما هو الطلب، والسهر خاصة فيما يخص على النمو الاقتصادي، يعني الطلب على مستوى البلدان المتطورة اللي تستهلك كثير تحتاج طاقة. إذن هذا هو الشيء اللي خلى السعر يرتفع شيئا فشيئا، وصل حتى ل 85، حتى ولو سعر 85 كان يعني مفاجأة شوية. يعني لما نشوف الآن، ما ننساش باللي دول أوبك نقصت في الإنتاج نتاعها 9.7 مليون برميل يوميا بداية من شهر ماي 2020 لغاية اليوم، وراها تزيد شيئا فشيئا. والقرار الأخير اللي خذاه ما قبل الأخير، يعني رايحين يكملوا بنفس الطريقة لغاية نهاية 2022، لأن على بالهم باللي النمو الاقتصادي العالمي ما راحش يرتفع في نهاره ولا في شهر ولا شهرين، الطلب
طبعا رايح يزيد شيئا فشيئا، ولكن ما هوش رايح يوصل للطلب اللي كان موجود قبل يعني في سنة 2019 ولا قبل. سيد عطار، ربما تساؤل آخر فيما يخص الضغوط الأمريكية على السعودية بالدرجة الأولى، هل ترضخ السعودية وبعض الدول المنتجة للنفط فيما يخص يعني مراجعة إذا كملوا ضغط في الاتفاق اللي راه عندهم مع روسيا؟ ما نجاش في أوبك بلس، كاين اثنين دول اللي مسيطرين تماما على الانتاج العالمي وعلى الانتاج نتاع اوبك بلس، هما روسيا والسعوديه، وفي صالح الاثنين، في صالحهم باش ما يرتفعش كثير النفط، وباش سورتو باش ما ينخفضش، لان اي خطا اللي يديروه في مثلا في احترام سقف الانتاج ولا ممكن يؤدي خطر على السعر. ربما تساؤل اخر استاذ عطار، ما هي توقعاتكم لاسعار النفط مع نهايه سنه 2021 والثلاثي الاول من سنه 2022؟ انا نظن السعر رايح يبقى في حوالي 80 دولار، ما يطلعش اكثر، ما يمشيش اكثر، يعني هذا خلال السنه هذه. رغم هناك دراسات تقول انه سيصل الى 120 دولار، بعض الدراسات الروسيه بالدرجه الاولى. هذو اللي يقولوا 120 كانه عندهم الخبر، يعني كيفاش ما ننساش الوباء. الاقتصاد العالمي راه في خطر، وماشي راه في موجة رابعة. ممكن موجه خامسه. كاين بلدان اللي راهم غلقوا الحدود نتاعهم الان حاليا، وما ننساش باللي كاين الغاز الطبيعي ثاني كذلك. تصعب الاجتماع نتاع لا كوب 26 مؤخرا، او هو اللي خلى في واحد الوقت خلى السعر يرتفع، ومن بعد هو ارتفع حتى ل 85 لما انتهى الاجتماع في هذاك الوقت اللي بدا في نصف الاجتماع. بدا ينخفض السعر نتاع النفط، وراه الان حوالي 80 98 78 اكسترا. دونك يعني انا نظن مستحيل، ما كاين حتى واحد اللي على باله كيفاش الامور رايحه تمشي. قليل حتى الدراسات اللي راهم المختصين اللي راهم يهضروا المحللين ما عندهمش معطيات. يعني توقعات عطار 80 دولار للبرميل بعد نهايه سنه 2021 وبدايه سنه 2022، ممكن يطلع حتى ل 90 مثلا في فتره من الفترات، اذا كاين خطر، اذا كاين مثلا حرب جهوي، اذا كاين مثلا يعني نعتبر غدوه باغ اكزومبل ما بين ايران والولايات المتحده، مساله اتفاق نووي الامور فيما يخص النووي باغ اكزومبل. اتفاق نووي ممكن. هذا مثلا البارح قريت انا باللي روسيا زادت بتمويل تاع الغاز لاوروبا، ولكن المانيا من جهتها حبست وقفت كيفاش يقولوا له القرار نتاع فتح النورد ستريم 2. دونك هذا هما الاشياء اللي رايحين ياثروا على السوق. فتحت المجال الحديث عن الغاز استاذ عطار، والغاز كذلك جن في مساله الاسواق العالميه، الاسعار كبيره جدا. اوروبا الان على تشتكي من اسعار الغاز، تبحث عن ضمان امداداتها. نتحدث هنا عن الطرف الجزائري مع اسبانيا وكذلك ايطاليا، زيارات مختلفه لمسؤولين اوروبيين للجزائر. كيف تتوقع أسعار الغاز في ظل ما يحدث الآن في أوروبا، وفي ظل إقبال نحن في فصل الشتاء الأستاذ محمد؟ شوف الشيء اللي صرا، أو الأزمة التقوية كما سموها، أزمة الغاز هذه في أوروبا وكذلك في آسيا، مهوش مربوط بالاحتياط ولا بقدرة الإنتاج. الاحتياط العالمي تاع الغاز كافي في العالم الآن. الاحتياط يعني هذا الغاز الطبيعي العادي، يعني لو غاز كونفنسيونال. الاحتياط ما بين 200 ألف مليار و 250 ألف مليار متر مكعب اللي موجودة يعني على مستوى العالم. إذا الاحتياط موجود، والقدرات نتاع الإنتاج موجودة، والقدرات نتاع تمييع الغاز يعني فيما باش يتباع كغاز مميع موجودة. ولكن الشيء اللي صرا أن خلال الوباء كيفاش يقولوا له المخزون الطاقوي بصفه عامه، سواء النفط ولا غاز، كان نقص كثير، نقص في الولايات المتحده، في اوروبا، حتى في الصين ولا في بلدان اخرى. ومن بعد لما بدا يرجع النمو الاقتصادي، الطلب بدا يطلع يرتفع. هذه من جهه اخرى ثاني كذلك الطاقات المتجدده،
ما أعطتش يعني كل المنتوج الطاقوي اللي كانت تحتاجها البلدان المتقدمة خاصة في أوروبا. احنا سمعنا كثير من فيما يخص الطاقة الريحية اللي ما كانتش في المستوى المطلوب. إذن هذا هو الشيء اللي أدى طلب سريع وكبير جدا على الغاز الطبيعي في أوروبا. ولكن في نفس الوقت هذا مهم جدا, في نفس الوقت الطلب على الغاز زاد في أوروبا ولكن زاد أكثر في آسيا. إذن كل الكميات اللي كانت تجي من الولايات المتحدة وحتى من بلدان أخرى من قطر ولا صبحت تمشي للسوق اللي موجود في آسيا, وين الغاز ما ننساش باللي وصل في بعض الأحيان إلى 74 دولار للمليون BTU في أوروبا, أصبح رجع حتى 34 دولار للمليون BTU. حاليا راه ما بين 19 و20 لأن الأمور الأزمة بدأت شوية تنخفض على كل حال. إذن السوق الطلب والعرض في سوق من الأسواق هو اللي تغير ما بين أوروبا وآسيا. هذا هو الشيء. ربما تساؤل آخر أستاذ عطار, هناك من يتحدث عن الانتقال السريع لانتقال الطاقة والطاقات المتجددة وطاقة الرياح, لكن هل العالم ما زال في حاجة إلى الطاقة الأحفورية والوقود الأحفوري بدرجة الأولى؟ يعني هل هناك استغلال لهذه الطاقات الكلاسيكية مستقبلا وتؤجل مسألة الانتقال الطاقوي؟ مش تؤجل, ولكن انظر فقط إلى القرارات نتاع على كوب 26, هي تعطيك الخبر واش صرا في كوب 26 وما هما القرارات اللي وصلوا لها. وكذلك لو نشوف بك نرجع لبايدن حتمية. لبايدن لما بدا يطلب من الولايات من الأوبك بس تزيد في الانتاج تاعها, وهو كان عنده برنامج اخر, ولما بداوا على بالك طاحوا عليه في الولايات المتحده قالوا واش البرنامج نتاعك كان يعني للطاقات المتجدده وانت اصبحت تطلب في الأوبك تطلب منهم باش يزيدوا في الانتاج. قال لهم اذا كاين الناس اللي يعتبروا باللي او يظنوا باللي التحول الطاقوي رايح يجي في نهار ويكون سريع راهم غلطين, لان باش نوصل لهذا الوضعيه لازم ننشا امكانيات جديده نتاع توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه الطاقه الريحيه. انا شفنا النووي فرنسا مؤخرا, الرئيس الفرنسي كان يقول من قبل لازم ننقص في الطاقة النووية ل 50%, هذه قالها في البرنامج تاعه, ومؤخرا في الديسكور تاعه قال لازم نديروا كما نقولوا احنا محطات جديدة نووية. هناك تراجع. إذن هناك تراجع لأن, وأنا قلتها من قبل في بعض المقالات ولا التحول الطاقوي لازم يكون موضوعي يفوت ريزونابل. أستاذ عطار, هل تعطينا في إمكانية مثلا المدة زمنية لنصل إلى التحول الطاقوي؟ هل هناك دراسة من طرفكم؟ كل بلاد عندها دوك. إحنا لو كان نشوف الجزائر مثلا, إحنا 98% من الكهرباء نتاعنا جاية من الغاز الطبيعي. برنامج نتاع الحكومة 15,000 ميجاوات لغاية 2035. نعم 15,000 يكفوا باش يعني نخرج من الغاز الطبيعي؟ ما نظنش يعني بكل صراحة. يبقى معي أستاذ عطار حتى نواصل النصرة كذلك في نفس السياق. إذن في شأن طاقوي آخر, أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده مساعدة لتلبية أي طلب إضافي على الغاز الطبيعي المسال من شركائها الأوروبيين. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن الوزير عرقاب قوله أن سوناطراك وفية لتعهداتها التعاقدية وكذلك طلبات الإضافية لزبائنها, قبل أن يضيف أن المجموعة النفطية الجزائرية العملاقة بصدد تطوير حقولها وأعمالها وزيادة إنتاجها. وتأتي تصريحات المسؤول الجزائري في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية منذ عدة أشهر ارتفاعا في أسعار الغاز في ظل تراجع المعروض وزيادة الطلب على الوقود الأزرق. وزير الطاقة الجزائري أبدى استعداد مجموعة سوناطراك المملوكة للدولة لإنتاج كميات هائلة من الوقود الأخضر ضمن مساعي تحقيق الانتقال الطاقوي. المسؤول الجزائري ذكر أن بلاده تحوز على بنى تحتية ومنشآت ضخمة من شأنها تمكين سوناطراك من دخول إنتاج المصدر الطاقوي الصديق للبيئة من بابه الواسع.
الجزائر تطلق أولى خطواتها للتوجه نحو الوقود الأخضر بكشف الحكومة عن خطة لتوفير كميات، وصفها وزير الطاقة الجزائري بالهائلة، بتوفر البلاد على منشآت وبنى تحتية تمكنها من اقتحام مجال صناعة هذا الوقود من بابه الواسع. الجزائر شاركت في بانل حول الهيدروجين وكيفية تطوير هذه الطاقة الجديدة. الجزائر عندها إمكانيات هائلة، وكذلك أكدنا في البانل أن الجزائر عندها إمكانيات هائلة من بنية تحتية وهياكل جاهزة عند سوناتراك لكي تنشأ هذه الطاقة البديلة الجديدة، وكذلك طريق كذلك سوناتراك متمكنة من تكنولوجيا، وكذلك عندها الكفاءة اللازمة للتأقلم مع هذا الطاقة الجديدة. وزير الطاقة الجزائري أبدى استعداد مجموعة سوناتراك المملوكة للدولة لخوض معركة الوقود الأخضر ضمن مساعي تحقيق الانتقال الطاقوي وتكييف نشاط المجمع وفق مخرجة قمة المناخ الأخيرة. كان لنا يعني مشاركة في مائدة مستديرة وكذلك في بانل. المائدة المستديرة كانت محورها هو دور الغاز بالنسبة كذلك للانتقال الطاقوي، وكذلك خلاصة الكوب 26، وكذلك كيفية التعامل مع كل القرارات الدولية بالنسبة للطاقات الأحفورية ومشاركتها في الانتقال الطاقوي. مساعي متتالية للذهاب نحو مصادر الطاقة النظيفة ستمكن البلاد من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7%، فيما أبدت استعدادها للوصول إلى تقليصها إلى 22% في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي. إذن نعود إلى البلاطو رفقة ضيفي عبد المجيد عطار، الوزير الطاقة السابق والمستشار الطاقوي. سيد عبد المجيد عطار، صنع الجدل أنبوب الغاز بعد تعليق وتجميد مروره عبر المغرب. نتحدث هنا عن الجانب الجزائري مع إسبانيا. هل ستضمن الجزائر كل إمكانياتها إلى توريد الغاز إلى الطرف الإسباني مع ضمانات تمنحها الجزائر في مسألة توريدها عن طريق ناقلات الغاز كذلك؟ لا، وما فيش مشكل يعني بكل صراحة، لأن الكميات اللي كانت تستورد لإسبانيا رايحة تستورد عبر المدغاز، ما فيهاش هذا فيما يخص إسبانيا. من جانب نتاع إيطاليا ما في حتى مشكل. إحنا الآن بكل صراحة رانا ما نستغلش الأنبوب اللي موجود بكل القدرات نتاعو، ممكن نصدر من عن طريق إيطاليا أكثر من 30 مليار. الأنبوب يعني ربما طاقته كبيرة بالنسبة للمار إيطاليا كذلك. نعم، طاقته كبيرة هذا الأنبوب اللي رايح لإيطاليا. نعم، كاين اثنين أنا بين. نعم، إذن فيما يخص إسبانيا الآن عندنا أنبوب واحد هو المدغاس، كل الناس تعرف القدرة نتاعو هي 8.5، ولكن هناك أشغال باش يزيدوا في القدرة نتاعو ليوصلوا ل 10.5. هذا يكفي لتسديد كل الاحتياجات نتاع إسبانيا، ولو ما يكفيش في فترات في خلال السنة، لأن إسبانيا ما تشتريش الكمية كل يعني كل يوم أو كل شهر حسب الطلب نتاعها الداخلي، والطلب في خلال الشتاء يكون أكثر من الصيف ولا أكثر من الخريف ولا. إذن كاين في بعض الأحيان وين يجيها الأنبوب ما يكفيش في هذاك الوقت اللي ممكن الواحد يعني يسدد كل الاحتياج بطريقة أخرى، وهو الغاز المميع عبر، لأن الحمد لله عندنا اثنين منشآت، في واحدة في أرزو واحدة في سكيكدا، اللي ممكن تزود السوق الإسباني بكل الاحتياجات نتاعها. ما فيش مشكل يعني، ما فيش مشكل. وإحنا الآن على بالك الجزائر ننتج يعني بأقصى قدرات نتاعنا باش نغطي السوق الداخلي وباش نأدي الواجب نتاعنا خلاف العقود اللي عملناها مع إسبانيا ولا إيطاليا ولا مع دول أخرى. الخبير الطاقوي والوزير السابق للطاقة، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد المجيد عطار على ما قدمته في النشرة الاقتصادية. ألقاك في نشرات لاحقة بحول الله. إذن نواصل نشرتنا. أطلقت الجزائر الخميس قافلة مكونة من 28 شاحنة محملة بسلع جزائرية موجهة للتصدير برا نحو دولتي موريتانيا والسنغال. القافلة تنقل 820 طنا من مختلف السلع
ستقطع نحو 4000 كيلومتر على مدار أزيد من 11 يوما. تغطية لنريم الحماني. تتوالى مساعي الجزائر لتعزيز تواجدها في أسواق غرب إفريقيا عبر البوابة الموريتانية بتنظيم قافلة جديدة لتصدير المنتجات المحلية في مبادرة ضمت 28 شاحنة نصف مقطورة. من المنتظر أن تقطع مسافة تقارب 4000 كيلومتر على مدار 11 يوما. هذه الشاحنات التي ستجوب صحراء الجزائرية وصحراء موريتانيا لكي تصل إلى موريتانيا ثم إلى السنغال بعد تقريبا 10 أيام إلى 11 يوم، وهذا تحدي وهذا دليل على شجاعة ودليل على وطنية هؤلاء السائقين والمرافقين الذين سوف يتخطون الصعاب من أجل رفع أرقام التصدير الجزائرية. وبالتالي فأعتقد بأن هذه القافلة هي الرد على من كان يعتقد بأنه سوف يبث فينا الرعب والخوف من عدم التصدير. وبالتالي أثبتنا اليوم بأننا نحن أهل التحدي. القافلة ستمكن من تصدير 480 طنا من المنتجات الجزائرية الموجهة إلى السوق الموريتانية. كلكم تعلمون جيدا بأن التصدير أصبح مهنة، التصدير أصبح شيء ضروري بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وبالتالي وجودنا في هذه العملية مملكة الجزائر في فعاليات الطبعة 29 لمعرض داكار الدولي. المعرض الدولي لداكار الذي سينظم إن شاء الله عن قريب، والذي سوف تشارك فيه الجزائر ب60 عارض، وبالتالي هذه البضائع التي أرسلت اليوم من أجل مشاركة في هذا المؤتمر. ترسم لتوجه جزائري متصاعد نحو الأسواق الإفريقية بإقرار مزيد من الخطوات الملموسة في اقتحام أسواق تمثل أكثر من 300 مليون مستهلك. آخر تقرير في النشرة الاقتصادية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد أوبك بلس ويشن حرب المعروض النفطي، أسعار الخام تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع. الجزائر تبدي استعدادها لتزويد الأوروبيين بكميات غاز، وتكشف عن قدرات هائلة لإنتاج الوقود الأخضر. الجزائر ترفع من وتيرة صادراتها نحو غرب إفريقيا، وتطلق قافلة من 28 شاحنة نحو موريتانيا والسنغال. بهذا نختم النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.